بيجيك الذكر بيقول لك يا عمي أنا بدي أوامر ونواهي وأنا حر وبدها تمشي زي ما بدي وعنيف وقوي بيجونا زوجات بيسألونا، وهذا كان قبل كم يوم، زوجي ذكر، حكت لي زوجي ذكر وتطلب الطلاق منه. صراحة الله يعين كل أنثى، كل زوجة تعيش مع زوج ذكر، ونيال ما شاء الله تبارك الله كل زوجة تعيش مع زوج رجل. بيجيك الذكر بيقول لك يا عمي أنا بدي أوامر ونواهي وأنا حر وبدها تمشي زي ما بدي وعنيف وقوي طب ليش أنت هيك؟ بيقول لك الله بحكي الرجال قوامون على النساء. يا سلام، بقول له أنت حكيتها بلسانك، الله وصفهم برجال لم يصفهم بالذكور، أنت تمارس الذكورية حقيقة مسفة ساذجة، كن رجل حتى تنال القوامة، لأنه إذا كنت ذكر فالقوامة ربما تكون لزوجتك. الرجال قوامون، القوامة تعني الخدمة، تعني الحب، تعني تقديم العون، تعني تقديم كل ما تستطيع تقديمه من خدمات لأسرتك، زوجتك وأبنائك وبناتك. القوامة لا تعني القوة، القوامة تعني الخدمة. انتبهوا لها كثير.